قلت لكم من أنسب الأوقات للمراجعة بعد الصلوات، معليش حر عاد، ما في غلبة، انشراح، طمأنينة، الجو متهيئ، عاد يجلس ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، حسب وردك. حتى بعضهم يقسم الصلوات، صلاة المغرب كذا، صلاة العشاء كذا، صلاة الظهر كذا، أنت على حسب خطتك. أحيانا تنسى آية أو تغلط فتحتاج للمصحف، تروح تبغى المصحف، أو قرار وزارة الشؤون الإسلامية برفع المصاحف بسبب الجائحة، تربط المشهد بعلامة من علامات يوم القيامة، إنه يجي وقت ما في قرآن في صدور الناس ينسوه ويرفع من المصاحف. عند الدارمي عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليسرين على القرآن ذات ليلة فلا يترك آية في مصحف ولا في قلب أحد إلا رفعت. يا الله، لذلك هذا دلالة على إيش؟ على أنه الساعة القيامة تقوم على شرار الناس. أهل القرآن مهم موجودين، الله يجعلنا من أهل القرآن الصادقين العاملين. احفظ احفظ